بقى يا بنت الهبل اللي انت فيه ده، بتعيطي ليه؟ مالك؟ ده هيموتها بمسدس يا سيد. يا بنت مش هيموتها ولا حاجه، ده عامل عليهم فيلم كده في الاول، دول هيتجوزوا اخر الفيلم. انت ايش عرفت؟ انا شفته 3 مرات مش قايل لك انا. طب واحنا يا سيد هنتجوز امتى؟ عملت ايه في موضوع الشقه؟ سيد هنتجوز امتى؟ ايه ده؟ ايه؟ سلام ابو سيف. يا ابو سامي انا عايزك تكلمتين يا اخويا. طب استناني بره شويه. خمسه كده يابا وراجع لك. رعبنا الجاي. مين؟ بقول لك رعبنا الجاي. تقول لي مين؟ جيد اسم سيد يابا. سيد 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 بقى كايد. سلام قشطه. هو ابو سيف قشطه بالصوم. عاوزك بقى الخميس اللي جاي في فرح بس شديد قوي. ان شاء الله هنولع حبيبي. عايزين بقى شويه شغل من بتوع زمان، بلاش الراي والماي والغاي. يا جدع ما تحرقش دم. جاي ايه؟ اسمه راي جزائري. شو اقول له؟ دي العقد مال خدها العقود بلا راي. راي انا هنفضل نفهم المنطقه دي لغايه امتى؟ ابو سيف عايزك تبيض وشي قدام المعزيز. ماشي ولو ان حلاق بس برضه هبيض لك وشك. طب اخرج لو سمحت عشان اشرب. مالش دلع بقى، يلا وراك حاجات كتير كتير قوي. هتروح تحلق وتروح تجيب الشوكولاته وتعمل اللازم عشان مشوار الدار ده حبيبي. انا مش هجيب شوكولاتات، وسع يا ماما سمحت. انا خلاص المساله دي بقيت اتشائم منها خالص خالص يا ماما. كل ما اروح اخطب اجيب شوكولاته بالشيء الفلاني وبعدين هما يروحوا الفركشه. انا اتعقدت خلاص. ما تتعقدش، النهارده ان شاء الله ربنا هيتمم بالخير. سهام سهام. What's he doing? سهام. You doing? I'm going to school. ما تعلي صوتك يا بشوي. انت مالك انت؟ برافو يا حبيبي. انا هبعت لبابا جواب اقول انك بقيت اشطر واحد في المدرسه. سهام انا عايزك تحلق لي زي ما بتحلق البشوي. بقول لك ايه، انت تنزل تحلق وتطلع تاخد حمام وتلبس البدله الجديده والكربطه الجديده وتبقى على سنجة 10 وتنزل تشتري احسن نوع شوكولاته في السوق. بطل عفنه وبخل بقى. عفنه؟ الله الله يسامحك، انا مش هجيب شوكولاتات، هناخد الشوكولاته اللي في الثلاجه. مش بقول لك معفن؟ الشوكولاته بقى لها في الثلاجه فوق 3 اشهر. ما انا عارف، مش دي اللي جبناها لما رحنا نخطب فون المهروشه اللي ما رضيتش حتى تقابلنا؟ من ساعتها والشوكولاته عطلانه في الثلاجه، نشغلها بقى. اسمع انا مش فاضيه لك. واتس هي دوينج؟ مش فاضيه لي ده. قوم احلق لي يا سهام. روح اتصرف احلق يلا. احلق فين؟ النهارده وقفت عيد المسلمين والحلاقين كلهم زحمه موت. روح لسيد صاحبك خليه يحلق لك كده. طب ماشي يا سهام. هيز رايت. وبعلي صوتك يا بشوي. يلا حبيبي روح حاسب. لا اخويا تحت امرك في اي وقت. مع السلامه. ابقى سلم على بابا حبيبي. حاضر يا عم.
سعيد عم ابو سعيد. اهلا اهلا، ازيك يا عاطف؟ نهارك سعيد يا جمال. ازيك يا عاطف؟ امال فين سعيد عم ابو سعيد؟ عشان عايز احلق له بسرعه لحسن مستعجل قوي. للاسف يا عاطف ده لسه خارج من شويه. اخ طب وبعدين؟ انا ما عايز احلق بسرعه لحسن مستعجل قوي يا جمال. زي ما انت شايف كلنا مشغولين، استنى دورك احلق لك انا. لا ما اقدرش، الاخ اللي هناك ده فاضي، إيه خليه يحلق لي. حسن؟ لا بلاش. لا بلاش ايه؟ لا هحلق لي دلوقتي. براحتك. لا لا حسن. حاضر. ازيك يا حسن؟ اهلا بيك. انت جديد هنا يا حسن؟ اه. احلقني بسرعه يا حسن الله يستر. ايه ده؟ انت عينك بتوجعك؟ وش وش؟ ايه كده؟ بص يا حسن. ده باين انه حلاق شاطر قوي يا جماعه. كده انا ما بغنيش غير في الافراح الجلاس، عارف يعني ايه جلاس؟ يعني مستوى رفيع، على فاهم ولا لا؟ بيا تعالى يا بيا برضه. الله يا سيد جنبي انا يا سيد، استفدت ده فلوسي. ما حدش يتحايل عليك. الله يستر.